الله نستعين متابعينا مشاهدينا الكرام في كل مكان. تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية ميدان التحدي مع انطلاقة شوطنا السادس عشر للقعدان الحقائق من مسافة 4 كيلومترات. انطلقت الأسماء والشعارات الباحثة عن الناموس وعن الانتصار. تقدم مباشرة مع المركز الأول من يحتل الصدارة والانطلاق الأول. هنا شعار الصعاق من يتواجد بشعاره على المركز الأول مع مبعد علي بن سالم بن علي بن متعب. الصعاق من يتقدم مع أول الأسماء وأول التحديات. المركز الثاني الوصول والانطلاق من قبل ثمين عبد الله بن علي بن راشد بن جهيم من ينطلق بشعاره على المركز الثاني. والمركز الثالث الوصول من قبل مطرب فرج بن حمد بن علي البريص المري مع المركز الثالث. المركز الرابع وصل شعار ناصر بن عبد الله المسند مع مبهج واندفاعة مبهج على المركز الرابع وخامس. الأسماء من يصل هنا مغوار محمد بن عبد الله بن ناصر بن حفيظ من يتواجد بشعاره مقدما لنا مغوار على المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا في كل مكان للخمسة الأسماء الحاضرة والمندفعة في هذا الشوط. العودة مباشرة إلى شعار الصعاق من قدم لنا مبعد علي بن سالم بن علي بن متعب. الصعاق بشعاره وباندفاعة شعاره على المركز الأول باندفاعة مبعد. المركز الثاني بن جهيم مع المركز الثاني مع ثمين عبد الله بن علي بن راشد بن جهيم المري من يتواجد بشعاره على المركز الثاني. المركز الثالث الوصول والانطلاق من قبل مطرب فرج بن حمد بن علي البريص المري يتواجد بمطرب على المركز الثالث. المركز الرابع الوصول من قبل شعار المسند مع مبهج ناصر بن عبد الله بن احمد المسند من يتواجد مع مبهج ولكن غير في هذه اللحظات وتقدم مع المركز الرابع مغوار محمد بن عبد الله بن ناصر بن حفيظ من ينطلق بشعاره مقدم لنا مغوار. ولكن العودة إلى شعار بن جهيم وابناء المملكة العربية السعودية من يتواجدون في هذا الشعار الكبير والمميز مع ثمين مع المركز الأول بشعار عبد الله بن علي بن راشد بن جهيم. ولكن وصل في هذه اللحظات مطرب فرج بن حمد بن علي البريص المري يتواجد بمطرب على المركز الثاني. المركز الثالث الوصول من مبعد علي بن سالم بن علي بن متعب. الصعاق من ينطلق مع المركز الثالث. المركز الرابع وصل في هذه اللحظات جبل مع المركز الرابع علي بن محمد بن علي المشروم المري يقدم لنا جبل. ولكن وصل في هذه اللحظات وصل وتقدم هنا حايز سعد بن محمد بن حمد الصافية المري يقدم لنا حايز مع المركز الخامس. وأيضا شعار بن عقيل قادم في هذه اللحظات بكل قوة. ولكن العودة إلى شعار بن جهيم من يقدم لنا ثمين عبد الله بن علي بن راشد بن جهيم المري يتواجد مع ثمين. والوصول من قبل جبل مع المركز الثاني. وأيضا زناد طالب بن مسلم بن طالب بن عقيل يقدم لنا زناد. والوصول من قبل حايز بشعار سعد بن محمد بن حمد الصافية المري. ولكن العودة إلى شعار بن جهيم مع ثمين عبد الله بن علي بن راشد بن جهيم يقدم لنا ثمين. ولكن راقب الوصول الحماوي
الثاني، الحماوي مع المركز الثاني. مرحبا بالحماوي، مرحبا بالحماوي صاحب الإنجازات صاحب العوايد. هنا ينطلق مع المركز الأول علي بن محمد بن عبد الله الزعبي، ينطلق هنا مع الحماوي. الحماوي والأمتار الأخيرة، الأمتار النهائية ما بين الحماوي ما بين ثمين ما بين شعار بن جهيم وشعار الزعبي، ولكن شعار الزعبي سلام يا الحماوي، سلام سلام يا الزعبي، سلام على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المميز. تهانينا والناموس لمالك الحماوي علي بن محمد بن عبد الله الزعبي. المركز الثاني ثمين عبد الله بن علي بن راشد المري، المركز الثالث مبهج ناصر بن عبد الله بن احمد المسند، المركز الرابع جبل علي بن محمد بن علي المشروم المري، المركز الخامس عذب عبيد بن علي بن عبيد بن راشد السناري. تهانينا والف مبروك لمالك الحماوي على هذا الفوز والانتصار. علي بن محمد بن عبد الله الزعبي، التوقيت الزمني 6:07 93 جزء من الثانية. تهانينا والف مبروك. المركز الثاني كان ثمين بشعار، مع المركز الثاني كان ثمين بشعار عبد الله بن علي بن راشد بن جهيم 6:08 13:00. تهانينا والف مبروك. المركز الثالث كان الوصول من مبهج ناصر بن عبد الله بن احمد المسند 6:08 81 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. متواصلين ايها الاخوه مشاهدينا ومتابعينا الكرام.